وزارة الدفاع الأمريكية تعلن بيعها نحو 14 ألفاً من قذائف الدبابات من مخزون الجيش الأمريكي لإسرائيل دون مراجعة أو أخذ موافقة من الكونغرس. البنتاغون قالت إنها استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل تسليم فوري لقذائف دبابات لإسرائيل بقيمة 106 ملايين و500 ألف دولار. وكالة رويترز قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مطالب بتقديم تبرير مفصل للكونغرس بشأن صفقة بيع القاذفات. هذه القذائف هي جزء من عملية بيع أكبر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنتظر هذه العملية موافقة نهائية من الكونغرس لإتمامها.